بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي القناه الثالثه الرياضيه وبرنامجكم برنامج كروسفيت. معاكم كابتن حسين السعد، رجعنا لكم بتمارين كروسفيت مميزه تساعدكم في تطوير مستوياتكم الى الافضل ايا كان مستواك، سواء كنت لاعب متقدم او لاعب مستواك متوسط او حتى اذا لاعب مبتدئ. هذه التمارين، هذا البرنامج تساعدك انك توصل في مستواك الى الافضل. حتى اذا كنت لاعب تدور على لعبه لايف ستايل تساعدك في تحسين صحتك بشكل عام، تساعدك في تحسين شكل الجسم من ناحيه زياده البناء العضلي، نزول الدهون، فلعبه الكروسفيت تساعدك اكيد في هذا المجال، وبرنامجنا يساعدك اكيد في هذا المجال. قبل ما نبدا تمريننا يحتاج ان احنا نبدا بالتسخين. التسخين راح يكون عباره عن اول شيء 400 متر على جهاز الاير رانر، او اذا كان عندك مضمار فممكن تركض بالمضمار او التراك. بعد ذلك راح نسوي 30 كالوري على جهاز الاسلت بايك، بعد ذلك 30 كالوري على جهاز السي 2، واخيرا نختمها ب 30 كالوري على جهاز الروور. بذلك نكون حركنا الابر بادي واللور بادي والكور، زدنا من نبضات القلب، زدنا من استهلاك الجسم للاكسجين، فصار الجسم جاهز للتمرين. فخلونا نبدا وياكم بالتسخين مع بعض. أعزائي المشاهدين، بعد ما انتهينا من التسخين راح ننتقل وياكم إلى بارت A من تمريننا لحلقة اليوم. أعزائي المشاهدين، بارت A من تمريننا اليوم مثل ما عودناكم كل أسبوع راح ناخذ مهارة من مهارات الكروسفيت، وراح نتعلم فيها شلون نقدر نوصل حق هذه المهارة من أقل مستوى لغاية ما نقدر نتقن هذه المهارة. في الأسابيع اللي فاتت بدينا أول شيء وياكم بمهارة دبل أندر، بعد ذلك انتقلنا إلى مهارة البوكس جمب أوفر، وهذا الأسبوع أو هذا الشهر راح ناخذ مهارة البول أب أو مهارة البيتر فلاي بول أب. شلون تقدر تسوي تمرين البول أب نفس اللاعبين المحترفين؟ خلونا أول شيء لازم تبدأ أنت كلاعب أنك تقوي البول أب بالنسبة لك، ولازم يكون عندك بول أب أصلاً علشان تقدر تنطلق بعدها وتوصل إلى البيتر فلاي. ليش لاعبين الكروسفيت يلعبون تمرين البترفلاي؟ ليش ما يلعبون مثلا البول اب العادي بالطريقه الستريكت؟ خلونا نشوفها. يعني احنا ليش ما نلعب بالكومبيتيشن او لما يكون عندنا ريبيتيشن عالي او تكرارات عاليه نلعب بهذه الطريقه؟ طبعا لان هذه الطريقه الستريكت تحتاج من عندنا قوه عاليه وتضغط بشكل مفصل او بشكل جدا كبير على عضله اللاتس، فانا بحاول اني استخدم عضلات ثانيه، استخدم مومنتوم او حركه تخليني اسوي تمرين البول اب بشكل بسيط. اذا ما كان عندك بول اب فممكن ترجع لحلقاتنا اللي شرحنا فيها تمرين البول اب وحطينا فيها تمارين اللي شلون توصل حق تمرين البول اب. إذا وصلت إلى مرحلة البول أب فهذا الوقت صار جاهز أنك أنت تنتقل إلى الكيبينج بول أب، بعد ذلك البتر فلاي بول أب. أول شيء خلونا نشوف تمرين الكيبينج بول أب. فإذا كنت مبتدئ أو عندك تمرين العقلة أو تمرين البول أب، أول شيء لازم تسوي اللي هو تمرين الكيبينج. تمرين الكيبينج يخليك تسوي تكرارات أعلى لأنك تستخدم القدم
والكور علشان تقدر تسوي بول اب. خلونا نشوف الطريقة. مثل ما انتم شايفين انا حاولت اني استخدم حركة تبدأ من القدم، بعد ذلك الخصر، بعد ذلك اسحب بايدي، ادز البار وانزل الى الاسفل، فاسوي سوينج. هذا السوينج يخليني اسوي تكرارات عالية. يعني اذا كان عندي ستريكت بول اب مثلا، لنفرض عندي ستريكت بول اب 5 عدات، اقدر من خلال الكيبنج اني اوصل الى تكرارات اكثر، اقدر اسوي 10 عدات. ليش؟ لاني استخدمت القدم والخصر وسحبة بسيطة، فصارت حركة او الحركة اللي احتاج فيها قوة جدا بسيطة. فراح نبدأ اول شيء، اذا ما كان عندنا اي تمرين من تمارين البول اب الكروسفيت اللي هي الكيبنج والبترفلاي، فراح نبدأ باول شيء وان احنا نسوي كيبنج بول اب. اسبوع بعد اسبوع راح يتطور الكيبنج عندك وراح تقدر تسوي ارقام عالية. زين، اذا سوينا الكيبنج وبنروح للمرحلة اللي بعدها اللي هي تمرين بترفلاي، انا انصح اول شيء انك تعود جسمك على الحركة. راح نستخدم البوكس. حركة البترفلاي هي اني انا استخدم نفس الشيء القدم، بعد ذلك الخصر، واسحب وجسمي يكون سوينج داير بدائرة تكرار بعد تكرار، فراح يصير جدا سهل بالنسبة لي. خلونا نشوف شلون نسويها على البوكس. وهذه المرحلة الاولى، راح ارخي جسمي وفقط اسحب ايدي سحبة بسيطة. مثل ما انتم شايفين احاول اني اعود جسمي انه هو يفهم الحركة. الحركة عبارة عن دوران مع سحبة بسيطة. الدوران يكون من خلال القدم والخصر وبعد ذلك من خلال الايد. فلما اسوي هذه الحركة على البوكس اتعود، مخي يتعود عليها، بعد ذلك راح احاول اني اسويها على البار ولكن بشكل بسيط. مثل ما انتم شايفين حركة بسيطة، ما اسحب جسمي وايد فوق، بس مخي يتعود على طريقة ادائي للحركة، على طريقة السوينج، شلون الحركة تبدأ من القدم الخصر الايد، القدم الخصر الايد. بعد ما اتمكن منها راح اسحب بشكل اقوى بشكل بسيط. مثل ما انتم شايفين يمكن ما تاخذ مني جهد وايد عالي وقدرت اسوي تكرارات عالية. لو اني سويت ستريكت بول اب كان ممكن الحين تعبت او وصلت الماكس مالي، لكن هذه الحركة انا اديت التمرين، الهارت ريت ما صعد، احس ان جسمي مرتاح. ليش؟ لان استخدمت السوينج، استخدمت حركة جسمي في اداء هذا التمرين. مرة ثانية نرجع للبوكس عشان نشوف الحركة مرة ثانية. الحركة هي عبارة عن اول شيء مثل ما قلنا حركة القدم، بعد ذلك الخصر والايد. خلونا نأديها بقدم واحدة. تمام؟ فمثل ما شفنا القدم، بعد ذلك الخصر، واسحب بايدي. انصحكم ان تبدون بهذه الحركة بشكل بسيط صغير، حركة صغيرة نفس ما اديناها قبل شوي، بعد ذلك احاول اسبوع بعد اسبوع اسحب الى مدى اعلى، يعني عادي خلي البار يصير هني، بس افهم جسمي يفهم الحركة. حاول ان ترخي جسمك، فقط سحبة بسيطة بعدين ترد ترخي جسمك. حاول تأدي هذا التمرين تكرارات قليلة في البداية، مثلا 3 تكرارات تنزل، 3 تكرارات تنزل، الأسبوع اللي بعده 4 وتنزل، عشان تقدر تضبط العملية. لما تاخذ تكرارات عالية تحاول انك على طول تسوي مثلا 8-10 تكرارات راح تتلخبط فيها. كسر التكرارات لأرقام صغيرة، حاول اسبوع بعد اسبوع انك انت تزيدها. أعزائي المشاهدين، بكذي نكون انتهينا من هذه المهارة لهذا الأسبوع، ننتقل إلى بارت بي من تمريننا لحلقة اليوم.
أعزائي المشاهدين، بارت بي أو تحدي اللياقة البدنية بالنسبة لنا اليوم، التمرين راح يكون عبارة عن 3 جولات، والتايم كاب حق هذا التمرين راح يكون 25 دقيقة. التمرين راح يكون عبارة عن أول شيء 12 بوكس جمب أوفر، بعد ذلك راح أسوي 12 توست تو بار، بعدين أرد أسوي 12 بوكس جمب أوفر، وبعدين دامبل سناتش 12، بعد ذلك أرد أسوي 12 بوكس جمب أوفر، وبعدها راح يكون ديفل بريس. إذن بين كل تمرين والثاني راح أسوي 12 بوكس جمب أوفر. أول شيء نبدي بالتوست تو بار، بوكس جمب أوفر، دامبل سناتش، بوكس جمب أوفر، ديفل بريس، تمام؟ تايم كاب مثل ما قلنا 25 دقيقة، حاول أنك لا تروح سريع. إذا بالنسبة لك تكرار 12 صعب، حاول أنك تكسر هذه التكرارات، يعني توست تو بار لا تروح 12 عدة على طول أنبروكن، حاول أنك مثلا تقسمها إلى 5 مثلا 7 أو تقللها 6 6. البوكس جمب أوفر لا تروح وايد سريع، ممكن تروح جمب ستيب داون عشان تقدر أنك تحافظ على طاقتك طول التمرين. جهز ساعتك عزيزي المتابع، وخلنا نشوف هذا التمرين وياكم مع بعض. أعزائي المشاهدين، أتمنى تمارين الحلقة اليوم نالت على إعجابكم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حياكم الله السادة المشاهدين في برنامج كروسفيت، حلقة جديدة نطلع عليكم فيها، نحاول نقدم موضوع جديد بإذن الله تستفيدوا منه في حياتكم اليومية. موضوعنا اليوم عن تمزق العضلة الخلفية للفخذ، هي من أكثر العضلات اللي تتعرض إلى إصابات لأي لاعب، كان سواء يلعب كرة قدم، يلعب رياضة الجري، كرة يد، كرة طائرة، أي رياضة كانت، عضلة الفخذ الخلفية من أهم العضلات، بالتالي من أكثر العضلات اللي تتعرض إلى إصابات والتمزقات مثل ما احنا عارفين. أنا متأكد لأي رياضي قاعد يسمعنا الحين لابد سمع، سواء من أصحابه أو ربعه، لابد أن في أحد تعور في هذه العضلة. هذه العضلة لها دور كبير في خلينا نقول حركة المفصل بالذات، مفصل الركبة والحوض بشكل خاص. كل ما الإنسان تحرك، سواء حركات عنيفة وصعبة مثل الجري والكرة، أو حركات بسيطة مجرد المشي، راح تشتغل هذه العضلة، بالتالي معرضة إلى مجهود عالي. فأي عضلة معرضة إلى مجهود عالي معرضة أن تكون فيها تمزقات. فالعضلة الخلفية تصير مع وايد رياضيين تصير فيه مثل شق، يعني نقولها بشكل بسيط، شق بالعضلة، بالتالي الجسم يعالج نفسه بنفسه خلال 3 أو 4 أيام. هذا الجزء اليديني اللي انبنى من العضلات تكون قوته أضعف من باقي العضلة، فبالتالي هني دور العلاج الطبيعي، شلون احنا نقدر نقوي هذا الجزء الجديد اللي انبنى من بعد التمزق، بالتالي نحاول نساوي القوة بين العضلات وبين الألياف العضلية اللي تتكون منها هذه العضلة الكبيرة. فالخطوة الأولى عادة في هذه المشاكل اللي هو العلاج الطبيعي، بحيث ان احنا ندخل بعض التمارين لها علاقة في التقويات، لها علاقة في المرونة والليونة، لها علاقة في استعادة حركة المفصل بشكل عام. فهذا كخطوة أولى. الخطوة الثانية تكون من خلال استخدام بعض التمارين اللي فيها شوية حركة، حركة بسيطة من بعد خلينا نقول 10 أيام أو أسبوعين من تمارين التقويات،
نبدي ندخل تمارين فيهم الجري الخفيف، الجري المتعرج، جري للأمام، جري للخلف، الجري اللي يكون خلينا نقول على الجانب اليمين وعلى الجانب اليسار، بالتالي نعرض العضلة إلى مختلف الاتجاهات. هني احنا راح نتأكد أن المريض يسوي كل شيء ممكن هو يسويه بالمباراة، لكن يسويه عندنا بالعيادة بحيث أن احنا نتأكد ونعطيه الضوء الأخضر أنه هو يقدر يكمل ويرد إلى لعبته بدون لا يتعور مرة ثانية. لأن من أكثر الأشياء اللي تخص هذه الإصابة، إصابة عضلة الفخذ الخلفية، تكرارها. كثير من الناس يجونه يا أنا تعالجت ورحت المكان هذا وسويت التقويات وسويت كل البرنامج، لكن مع الأسف رديت الملعب وتعورت مرة ثانية. فالأبحاث العلمية تقول أن نسبة أن الإنسان يتعرض لنفس الإصابة مرة ثانية توصل إلى 60%. ف60% تعتبر نسبة جدا عالية. فإحنا هني نحاول نأكد هذه المعلومة بحيث أن لازم نحتاط أكثر، وما خلينا نقول إن نغار بس مجرد بالقوة، إن إذا المريض عضلاته صارت قوية إذا نعطيه الضوء الأخضر. لا، في مراحل أخيرة مهمة وأهميتها تكاد تكون مشابهة لأهمية مرحلة الأولية بالتقويات، اللي هي تمارين الملعب نسميها، تمارين داخل الصالة الرياضية، اللي هي مثل ما قلنا من جري ووثب عالي ووثب طويل وتغيير اتجاهات. لأن هذه بالنهاية أنت لما ترد تلعب كرة مثلا راح تسوي هذه الأشياء. لما تلعب كرة راح تفتح سبرنت، راح تغير اتجاهك على حسب الكرة وعلى حسب الباص وعلى حسب اللعب. فأنت لازم تعرض العضلة هذه وجسمك حق نفس الظروف اللي راح تتعرض لها بالمباراة، لكن في ظروف خلينا نقول نتحكم فيها، في إشراف طبي، في خلينا نقول تركيز، نتأكد أن العضلة جاهزة من ناحية القوة ومن ناحية الحركة والمرونة، لأن الاثنين يكملون بعض. كثير من الناس تروح العيادات ويسوي برنامج العلاج اللي يرتكز فقط على القوة، يعتبر هذا شيء زين لكن ناقص. نصيحتي في هذه الحلقة نحاول نوصل هذه المعلومة حق أي شخص تعرض إلى إصابة في العضلة وتمزق في العضلة. بالتالي إحنا لما نخلص البرنامج لازم يتكون من تمارين الحركية، لتمارين الحلاقة بالملعب، تمارين مع مختلف السرعات، مختلف الاتجاهات، وليس فقط اتجاه واحد. حتى لو إن كان الرياضي يلعب مثلا رياضة الجري اللي هي للأمام، لكن لا، لازم نعرض العضلة إلى جميع الاتجاهات، جميع الزوايا، الوثب السريع، الوثب العالي. احنا هني راح نتأكد ان بإذن الله لما نرد الملعب ونعطيه الضوء الأخضر يكون جاهز. وهذه النسبة العالية 60% نحاول نقللها كثر ما نقدر. فبالتالي أتمنى توصلون هالمعلومة حق أي أحد يحتاجها، وبإذن الله تستفيدون منها وتطبقونها حياتكم اليومية. نشوفكم في حلقة جاية بإذن الله في برنامج كروسفيت، ومع السلامة.